وصلنا معاكم إلى مواقع مشاركة التعليقات. ومثل ما تعرفون أن مواقع التواصل الاجتماعي لها القدرة على أنها هي تسمح للأشخاص بإضافة رأيهم. في السابق كان الشخص اللي يضيف تعليقه راح ينشر على طول بدون ما يكون في شخص يفلتر المحتوى أو أنه هو يمنع بعض الكلمات اللي فيها نوع من تجاوز الأداء. مواقع مشاركة التعليقات هي أدوات معينة تساعدني أن أنا أستخدمها في موقعي الإلكتروني، وبالتالي أنا راح أسمح للناس أنهم يدخلون بإضافة تعليقاتهم باستخدام أي موقع من المواقع الاجتماعية. الفكرة راح أوفر للمستخدم، خصوصا أن مستخدم الإنترنت ما عنده وقت في عملية التسجيل، فبالتالي أنا راح أستفيد من حساباته الشخصية وراح أستثمر الدقائق البسيطة اللي راح من خلالها يعرض تعليقه، انه ممكن يدخل عن طريق تويتر، فيسبوك او اي موقع اجتماعي، استخدم نفس البيانات، استخدم نفس الايميل اللي موجود، واعطيه الفرصة انه يختار الكلمة السرية او الباسورد للموقع وبعدها يضيف تعليقه. انا وفرت جهد كبير على الاشخاص بحيث انهم بدل ما يسجلون واكد حساباتهم والعملية هذا الطويلة الموجودة، ان ادخل على مواقع مشاركة التعليقات. شخصيا استخدمت تطبيق ديسكاس او موقع ديسكاس، في مواقع اخرى مثل موقع لايف فاير، موقع اسمه كودلي. كل هذه المواقع هي مواقع حاولت ان هي تستخدم التعليقات وتحاول ان هي تتواصل فيها مع الناس بشكل او مساحة اوسع. في شركة تسوق المشروبات او العصائر، هذه الشركة حاولت أن هي توظف دراستها للتعليقات حتى تحسن صورتها ومنتجاتها. شوفوا هالفيديو، إن شاء الله راح نكمل معاكم أدوات الإعلام الاجتماعي.